Hey guys, welcome back to my channel. ايه رأيكم في المايكروفون بتاعي الجديد؟ انا صراحة حاسة ان هو يجنن. الناس في الشارع بيبصولي كأني واحدة مجنونة بصور الساعة 10 الصبح بمايكروفون صغير في العربية عادي جدا. المهم النهاردة هيكون فيديو جديد على قناتي هنا على اليوتيوب، فانزلوا اعملوا اشتراك، انزلوا اعملوا لايك على الفيديو ده، وكمان اكتبوا لي كومنت وقولوا لي ايه رأيكم في المايكروفون الجديد بتاعي. نفسي اتقطع، خلونا نبدأ الفيديو. النهاردة هيكون تحدي اكل جديد، وانتوا عارفين انا قد ايه بعشق تحديات الاكل خصوصا اللي بتبقى في العربية. فنهاردة قررت اعمل لكم تحدي يوم كامل 24 ساعة اكل واشرب بس الاكلات والمشروبات الموجودة في محطات البترول. متحمسة جدا جدا على التحدي ده، ومتحمسة برضو اشوف هل انا يعني هنجح في التحدي ده ولا لا. اي حاجة هشربها النهاردة، فطار غدا عشا سناك حلويات عصاير، لازم تكون من محطات البترول بس. لو متحمسين على الفكرة دي انزلوا دلوقتي حالا اعملوا لايك كبير جدا على الفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده لخمسين الف لايك، وعايزين كمان نوصل للمليون، واحنا بجد نقدر يا جماعة. سو انزلوا دلوقتي اعملوا اشتراك في القناة. وعلى فكرة المايكروفون ده مش على الفاضي، اكيد محضرة لكم بيه شوية فيديوهات تجنن، فانزلوا فعلوا زرار الجرس ودوسوا على السبسكرايب علشان ما يروحش عليكم اي فيديو جديد من قناتي. عندنا هنا في الامارات كذا محطة بترول، في عندنا ادنك، في عندنا 7-11. الساعة دلوقتي 10 الصبح وانا لسه ما فطرتش، لسه ما شربتش الكافي بتاعتي ولا اي حاجة، بس هعمل ده معاكم دلوقتي. اول حاجة لازم نعملها دلوقتي انه نروح ندور على اول محطة بترول هتكون معانا النهاردة علشان نجيب منها فطار، فيلا بينا. انا بقول يلا بينا. اوكي جايز، وصلنا على اول محطة بترول اللي او ماي جاد على الفشلة. شايفين جايز؟ شايفين؟ المهم وصلنا على اول محطة بترول، دلوقتي هننزل ونشوف ايه اللي ممكن نقدر نشتريه. مش عارفة ليه شعري منكوش كده النهاردة، بس معرفش، ما علينا. محطة البترول دي اول مرة في حياتي اجيها، فمش عارفة اصلا لو هيكون عندهم اكل ولا لا، بس المهم يلا بينا وخلونا نشوف. اوكي يا جماعة، شوف في عندهم هنا الستاند بتاعة الاكل دي، فيها حاجات تنفع برضو للفطار، يعني في عندهم مثلا كرواسون، جبنة، زعتر، في عندهم هنا سندوتشات تقريبا، برضو هنا في عندهم مشروبات زي كوفي وشاي وحاجات زي كده، فخلونا نشوف ممكن نجيب ايه. كارميل، يس. نو، ميديوم، يا. اوكي جايز، سو للفطار خدت راب البيض مع التركي مع الجبنه، حسيت ان هو هيكون طعمه حلو، وبصراحه شكلهم حلو قوي، يعني شوفوا قد ايه اكلهم شكله حلو. البيتزا دي هتبقى تحفة للغدا، وكمان التشيكن كاسادية. عندهم برضو حاجات تانية كتير زي سناكس، شوكلت، شيبسيات، عصاير، بس بحس انه للصبح يعني اجيب فطار بس لحد ما يجي يعني وقت السناكس وكده، وبعد كده ممكن نجيب كل الحاجات التانية دي. اوه شوفوا تلاجة الايس كريم بتاعتهم، يام. لازم في الحر ده يكون في مية، لانه بجد يعني الجو حر قوي وانا عطشانة قوي. اوكي انا لسه شايفة التلاجة دي، طلع عندهم برضو سندوتشات اكتر، وبفكر اني اخد واحدة من دول، شكلهم حلو قوي وبحس ينفعوا يعني الفطار، فهاخد واحدة. جبنا الفطار من ادنك، ياي. بصوا شكل الكافي ازاي يجنن يا جماعة، كأني حرفيا شاريها من ستاربكس. ده كاراميل فرابتشينو او كاراميل لاتيه. عايزة اقول لكم اني ولا مرة في حياتي مجربة اكلات الجاس ستيشنز او محطات البترول. الاول خلونا نحط سانيتايزر علشان يعني الجراثيم وكده. اوكي انا شخصيا عايزه ابدا بالكافي، لانه اصلا انا اول ما بصحى من النوم على طول بشرب كافي، وما شربتش الكافي بتاعتي النهارده، سو هنبدا بيها. او ماي جاد، نو واي، لا 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 مستحيل جايز، اقسم بالله العظيم احلى من ستاربكس، احلى من ستاربكس بمية الف مره. واو، خلونا نشوف دي بكام، لانه فعلا طعمها حلو قوي، فعايزه اشوف يعني سعرها قد ايه. اوكي سو الايس كارميل لاتيه هنا مكتوب ان هو 19 درهم تقريبا زي ستاربكس. ده يستاهل الصراحه 100 من 10، مليون من 10. في عندنا كمان الساندويتش ده اللي هو بالبيض والتركي والجبنه. اوكي هو ده عامل كده، بس سخن قوي يعني مولع. مش هكدب عليكم الصراحة ريحته مش قد كده، بس ان شاء الله ان شاء الله يا رب يكون طعمه حلو، لانه هو ده هيكون الفطار بتاعي النهاردة. بس مش عارفة ليه ريحته كده الصراحة. خلونا نجرب، طعمه حلو.
حبيت. لا بجد يا جماعة ده هديله 10 من 10 اكيد، لانه بجد طعمه يجنن. واروع حاجة للفطار، خصوصا انه انا بحب البيض وبحب التركي وكمان بحب الجبنة، فالميكس بتاعه عجبني قوي. وده برضو من الحاجات اللي انا هرجع اجيبها تاني لو مثلا عندي مشوار الصبح وعايزة افطر، هقف ادنك واجيب الايست كافي وهجيب ده، لانه فعلا مع بعض روعة. اوكي جايز، سو خلصنا الفطار ودلوقتي في عندي زي كيك كده عايزة برضو اجربها معاكم. اوكي هو ده شكلها، شكلها يجنن الصراحة وانا متحمسة جدا اجربها، فخلونا ندوق. من 10 هديها 10 لانه صراحة تستاهل. من برا كده فيها شوكولاتة بيضة ومن جوا فيها كيك، فحبيت. بفكر دلوقتي ارجع على البيت، اقعد في البيت شوية لحد ما يجي وقت الغدا، لانه فعلا مش قادرة استنى في العربية، الجو حر جدا نار النهاردة. فهرجع على البيت اقعد شوية اعمل كذا حاجة، ممكن اعمل لكم editing شوية للفيديو ده على ما يجي وقت الغدا، وبعد كده هننزل تاني ونروح محطة بترول تانية ونشوف هنتغدى ايه النهاردة. سو هشوفكم على وقت الغدا. هاي جايز، سو دلوقتي الساعة بقت 2 وجي وقت الغداء، لاني بقالي كتير قوي قاعدة في البيت وقاعدة بعمل editing، فصراحة الاديتنج جوعني شوية. وكمان الفطار اللي كلته النهاردة ما كانش فطار تقيل، فعلشان كده جوعت. دلوقتي انا واقفة قدام محطة بترول اسمها 7-11، عندهم اكل يجنن وميلك شيكس وايس كريمز وكل الحاجات دي. سو انا صراحة متحمسة جدا على 7-11. انا دلوقتي واقفة برا، فهندخل مع بعض وهنشوف ايه الحاجات اللي ممكن نجيبها للغداء. اوكي سو 7-11 موجودة في المبنى ده، وانا مش عارفة بجد ليه مكتوب لي دايما ان انا امشي في الحر والشمس. صراحه جايز هموت من الحر. اوكي يا جماعه هو ده المكان، انا حقيقي اول مره في حياتي اجي هنا. يا جماعه انا حقيقي هعيط. السكيورتي بساله فين 7-11، قال لي قافل بقاله سنه. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا بجد هعيط، متضايقه قوي. كان نفسي بجد اروح على 7-11. يا الله. دلوقتي هنضطر نروح على مكان تاني لانه للاسف 7-11 قافل، وانا مش عارفه الصراحه ممكن الاقيه فين تاني، بس هنشوف هندور. هعيط بس عادي، اتس اوكي. يا جماعه انا زعلانه قوي بجد فعلا، لانه كان نفسي قوي 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 اروح على 7-11 قد ما فيها حاجات تجنن. حاولت برضو ادور على النت واشوف انه هل في فرع تاني، بس الفرع التاني بتاعها الوحيد كان في دبي، واكيد مش هينفع اروح دبي، فبجد زعلت قوي يا جماعه. فشكلنا كده هنضطر نرجع تاني على ادنك. اوكي جايز وصلنا على ادنك، بس ده مش الفرع اللي رحنا الاول، ده اكشلي فرع تاني اكبر منه بكتير، فان شاء الله نلاقي حاجات اكتر هنا. بفكر كمان إن بما اني يعني هنا خلاص في ادنك، اني اجيب حاجات كمان للعشاء بالمرة، علشان ما اضطرش اني انزل تاني من بيتي وارجع اروح اجيب حاجات مخصوص. فشكله هو ده اللي هعمله، انه هجيب حاجات للغدا وللعشاء وكمان سناكس ومشروبات وحاجات نجربها بعدين. اول حاجة لقيتها هي تلاجة الاكل دي كلها زي ما انتم شايفين سندوتشات، وفي عندهم كمان فواكه بطيخ حاجات كتير قوي. لاحظت هنا ان هم عندهم اكل اكتر بكتير من الادنك التانية يعني، فدي حاجة كويسة. اوكي في عندهم برضو الحاجات دي رابس، انا صراحة عيني على دي قوي اللي هي تشيكن كاسادياز، والبيتزا دي شكلها حلو. للغدا طلبت البيتزا دي لانه صراحة عجبني شكلها قوي، دي بالفراخ والخضار، وفي برضو عندهم واحدة بالخضار بس انا بحب الفراخ طبعا، سو خدت دي. وللعشاء خدت التشيكن كاسادية اللي عيني كانت عليها من الصبح على فكرة، لانه شكلها يجنن. بصوا برضو لقيت ايه عندهم، الحاجات دي اللي هي الجينجر شوتس، دول اكتر حاجة بجد بحبهم، مفيدين جدا وحلوين قوي، فممكن اخد واحدة بس. اوبس او ماي جاد، شوفوا ازاي وقعت وهي واقفه. بفكر اخد دي اللي هي فيها فيتامين سي، جرعه فيتامين سي حلوه جدا يا جماعه الصبح، فهاخد واحده من دول. وبفكر كمان اخد حاجه اشربها مع الغدا، بس مش عارفه يعني اخد ايه الصراحه، شكلي هاخد كولا وبس. صراحه يا جماعه نفسي قوي 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 اخد ايس كريم، بس اكيد طبعا هيسيح يعني، مستحيل يستناني لحد ما اروح البيت. وشوفوا لقيت عندهم ايه، الحلويات دي اللي هي ساور باتش، ف هاخد واحده. او ماي جاد، لقيت ايه يا جماعه اللي هو الدوريتوس الفليمينج هوت، سو برده هاخد واحد لانه صراحه من زمان قوي عايزه اجربه وما كنتش بلاقيه في حته. سو انتوا بجد مش متخيلين قد ايه انا بعشق البسكوت ده بجد، سو لازم اخد واحد يعني لازم. وتقريبا كده خلاص خلصنا يعني، كفايه قوي للنهارده. جايز شايفين ما احلى الكرواسونات بتاعتهم، اكيد هاخد ده البينك. بصوا يا جماعه في عندهم ايه هنا، الميلك شيكس، وراحوا. في عندهم هنا الميلك شيكس دول اللي بطعم البابل جام وطعم الكوتن كاندي، فحبيت قوي وعايزه اجربه، سو هاخد واحد ميكس.
اوكي جايز، سو رجعت تاني على العربية، وصراحة اقدر اقول لكم انه اتوفقنا جدا جدا في الادنك دي، لانه قد ما هي كبيرة فلقيت حاجات كتير جدا جدا تجنن، وهي دي كل الحاجات اللي جبتها. حاسة ان انا جبت حاجات كتير قوي وافورت شوية كالعادة، طبعا يعني انا من النوع اللي بافور في كل التحديات. متحمسة جدا بجد يا جماعة على الحاجات اللي جبتها. سو للغدا النهاردة تقريبا هي دي، ايوه هي دي، جبت البيتزا دي. صراحة مش هكدب عليكم، شكلها بعد ما تسخنت وقطعوها لي شكلها يجنن، كمان ريحتها حلوة قوي. سو انا صراحة متحمسة جدا لاني هموت من الجوع. حلوة قوي. طعمها ابدا مش كأنكم شارينها من محطة بترول، فاهمين قصدي؟ يعني طعمها كأنها حاجة معمولة في البيت. جبت برضو كولا المفروض اني اشربها مع الاكل، فدلوقتي هروح اخلص غدا وارجع لكم. في عربية جت وقفت جنبي معلية صوت الاغاني جدا، فيعني نفسي اقول له بليز لو سمحت، يعني انا بحاول اصور يوتيوب دلوقتي. ومشغل مهرجان كمان، يعني مش اي اغنية، لا مهرجان. عندي هنا بقى شوية حاجات وسناكس وحلويات كده انا شخصيا متحمسة عليهم جدا، وعايز اجرب كده كام حاجة معاكم. عندي هنا الدوريتوس ده اللي انا هموت واجربه، لانه دوريتوس بالهوت شيتوس. حلوة دوريتوس بالهوت شيتوس، لايقة. خلونا ندوق. او ماي جاد، حرق قوي 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 يا جماعة، بجد ما تخيلتش ان هو هيبقى حرق قوي كده. يامي، طعمه تحفة. انا هديله 9/10 بس لانه سبايسي جدا فوق ما انا اتصور، وكمان حرق لي بقي، ف 9/10. جبت برضو الحلويات دي اللي هي طعمها يجنن، دي بطعم الفراولة. اوكي اول حاجة هناخد واحدة ونغمسها في صوص الفراولة. شوف شكلها. ودلوقتي ندوق. دي تستاهل 1,000,000 بجد. المهم دلوقتي هطلع على البيت وهشوفكم تاني في وقت العشاء. سو دلوقتي جه وقت العشاء. الساعه دلوقتي بقت كام؟ خلوني اشوف. اوكي سو الساعه دلوقتي 8:30 بالليل، وانا عايزه اتعشى لانه صراحه مش عايزه اكل بعد الوقت ده. ما تفهمونيش غلط على فكره وتفكروا ان انا هيلثي بقى وصحيه وكده، لانه في ايام كتير جدا بطلب فيها كي اف سي الساعه 3 بالليل، فعادي جدا. المهم في عندي هنا الحاجات اللي انا جبتها للعشاء بتاعنا النهارده. سو اول حاجه هنا في عندنا الكرواسون اللي لونه بينك ده هخليه بعد العشاء، يعني ممكن نجربه بعدين. وفي هنا برضو الكاسادياز دول، طبعا هم بردوا جدا، لازم دلوقتي اقوم اسخنهم. شوفوا قد ايه شكلهم تحفه. واو، لا انا نسيت اجيب كولا، كان نفسي قوي اشرب كولا مع الكاسادياز بس للاسف نسيت اجيب كولا. اوكي جايز، سو رحت سخنت الكاسادياز، ودلوقتي خلونا نجربهم لانه فعلا شكلهم يجنن، فخلونا ندوق. او ماي جاد جايز، انا بجد والله العظيم دلوقتي مصدومه من قد ايه بجد الاكل بتاعهم يجنن. الحشوه اللي فيها بجد طعمها تحفه، تحسوا ان انتوا جايبينها من مطعم عادي مش من ادنك خالص. بس ندمانه جدا اني ما جبتش حاجه اشربها مع الاكله دي، يعني يا ريت لو كان في كولا او اي مشروب كده مع تلج. او ماي جاد قد ايه كان هيحلي الاكل. وطبعا انا من النوع اللي ما بعرفش اكل اي حاجه غير وانا بتفرج على يوتيوب، سو هفتح دلوقتي اليوتيوب وهكمل عشاء. جايز العشاء النهارده كان روعه، سو علشان كده بجد انا مبسوطه جدا. لسه في عندنا الكرواسون ده اللي لسه ما جربتوش، فحابه جدا اني اجربه كمان لانه شوفوا ما احلى شكله، لونه بينك. جايز استغفر الله العظيم بس طعمه مش حلو بالمره. ازاي كرواسون يكون من فوق عليه كده سكر وبعدين من جوه في جبنه مالحه؟ يعني ازاي؟ مش فاهمه. ممكن الناس اللي بيحبوا ياكلوا الحاجه المالحه مع الحاجه الحلوه يحبوه، بس انا شخصيا ابدا ما بحبش كده، فده هديله 1/10. جبت برده الساور باتش دي، ودي اخر حاجه خلاص جبتها فعايزه اجربها معاكم. طلعت حلويات مسكرة جدا، يعني مسكرة بزيادة بطعم البطيخ، وطعم البطيخ او نكهة البطيخ اللي مستخدمينها ابدا مش حلوة. دي 0/10. تصدقون انا فعلا واحدة غبية، لانه لسه في حاجة يا جماعة انا حرفيا ناسي عنها تماما. ازاي نسيت عن الميلك شيك ده؟ مش عارفة الصراحة، بس هو ده اكتر حاجة اصلا انا متحمسة عليها في الفيديو ده كله. ده ميلك شيك بنكهة اللبان ونكهة الكاتن كاندي مع بعض، بس دلوقتي ساح للأسف، والكريمة اللي فوق دي كلها ساحت اصلا اختفت. بس المهم خلونا نجربه.
يعني مش عارفه ازاي جابوا طعم اللبان والكوتن كاندي، طعمه كانه حليب بالموز. ده ايه ده يا رام؟ هو حليب بالموز بالكوتن كاندي صح؟ لا هو ما فيهوش موز اصلا، هو المفروض باللبان والكوتن كاندي بس هو طعمه بالمره يا جماعه مش حلو. لا ده صفر 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 تحت الصفر، ده يعني تحت الصفر بجد. كم تكونوا بس بصور. وبكده جايز نكون وصلنا لنهاية التحدي ده، أتمنى من كل قلبي تكونوا حبيتوه وتكونوا استمتعتوا بيه، أنا صراحة استمتعت جدا وأنا بعمله. اكتبوا لي تحت في الكومنتس إيه أكتر أكلة حبيتوها وحابين إن أنتوا تجربوها، أكلة أو مشروب أو سناك أو أي حاجة. اعملوا لايك على الفيديو ده لو حبيتوه واعملوا سبسكرايب لقناتي. بس جايز بحبكم قد الدنيا كلها وإن شاء الله أشوفكم في كل الفيديوهات الجاية. باي جايز.